السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه مع رندا. درسنا النهاردة إن شاء الله هيكون درسنا التاني من كورس تعليم الكروشيه للمبتدئات، وهشرح فيه طريقة عمل عقدة البداية. أتمنى أن درسنا النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم، بنبتدي طبعا نشرح مع بعض طريقة تكوين عقدة البداية. وعقدة البداية بالانجليش اسمها سليب نوت، وعقدة البداية طبعا بتكون مهمة عندنا في اننا بنقدر نثبت الخيط على الابرة علشان اقدر اشتغل بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بيكون عندي الخيط. لما باجي اكون العقدة في اكتر من طريقة، هشرح منهم اكتر من طريقة لكن مش كل الطرق، لان احنا بس مجرد ان انا بحب اشرح معاكم طريقتين او ثلاثة علشان بس نقدر نشتغل بيهم. بيكون عندي الخيط زي ما احنا شايفين، ايا كان سمك الخيط اللي بشتغل بيه، سميك، رفيع، متوسط، زي ما احنا حابين، على حسب طبعا حجم الابرة المستخدم. بيكون عندي الخيط اللي هو غير متصل بالشلة، طرف الخيط في البداية بيكون على اليمين وطرف الخيط المتصل بالشلة بيكون على اليسار. اول طريقة هشرحها معاكم هي التكوين على اتنين من الاصابع او على واحد من الاصابع، بس عشان تكون للمبتدئات سهلة هنستخدم اتنين من الاصابع. زي ما قلنا بسيب مسافة من الخيط، والخيط اللي مش متصل بيه البقرة بيكون عندي على يمين ايديا اليمين، اما الخيط المتصل بالشلة بيكون على اليسار. هاجي هنا على اتنين من الاصابع، ابتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. مش هجيب بقى الخيط عكس بعض جنب بعضه، عفوا، لا هجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وفي نفس المكان اللي انا فيه ارجع للخلف، هلف ايدي الناحية التانية. زي ما احنا شايفين هنا تكون عندي حلقتين، بجيب الحلقة الأولى بعديها على الحلقة التانية وابتدي أسحب من تحتها الحلقة التانية، وخرج الخيط من على ده وابتدي أسحب الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبعد كده أنا لو سحبت الخيط من الناحيتين كده بالشكل ده، بضيق المكان ده لغاية الحجم اللي أنا محتاجاه عشان إيه أبتدي أثبته على الإبرة. الحلقة اللي بتتكون لي دي، العقدة دي أهي، العقدة تحت والحلقة موجودة عندي، إيه، بدخل بيه بالإبرة بتاعتي فيها زي ما احنا إيه شايفين اهي. بصوا عشان بس يكون صح، ان لازم دايما المدى اجي ادخل الخيط في الابره، الحلقه عندي في الابره، الخيط اللي مش متصل بالشله بيكون على اليمين، والخيط المتصل دايما بالبكره بيكون على اليسار. تاني برجع اعيدها معاكم تاني، بسيب 10 سنتي من الخيط وببتدي على اتنين من الاصابع، الخيط ده اللي غير متصل بالشله يمينك والخيط المتصل بالشله اللي بشتغل بيها يسار، على اتنين من الاصابع هبتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. ما تجيبيش الخيط جنب بعضه وتيجي بعد كده ايه تعملي ايه العقده بتاعتك، لان عمرها ما هتتعمل. بجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس، ومن نفس المكان اللي انا فيه ببتدي الف الخيط للخلف وارجع ايدي الناحيه التانية. عندك هنا تكون حلقتين. الطريقه التانية ان بدل ما بسحبها بايديا، بجيب بقى ابره الكروشيه بتاعتي، بنزل تحت الحلقه الاولى واكون فوق الحلقه التانية، اسحبها من تحت الاولى والف ايدي واحده واحده واخرج الخيط من على ايديا واحده واحده زي ما احنا شايفين، وابتدي اسحب بالشكل ده واحده واحده بردك، بضيق المكان لغايه مكان الحلقه عندي او العقد عندي ما اوصل لحجم الحلقه اللي انا محتاجاها على الابره. نكررها تاني مع بعض، على اتنين من الاصابع بلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام، الخيط عكس بعضه مش جنب بعضه، عكس بعضه، وارجع تاني للخلف، الف ايدي الناحيه التانيه، بجيب الحلقه الاولى على الحلقه التانيه وبعد كده ابتدي اسحب الحلقه التانيه من تحتها، خرج الخيط من على ده وابتدي اشد ايه الخيط زي ما احنا شايفين. ابتدي بعد كده ادخل بقى ايه الابره في الحلقه دي واسحب الخيوط دي كده بشدهم على بعضهم لغايه ما اوصل لحجم ايه الحلقه الموجوده عندي على الابره، وكده بكون قفلت العقده دي زي ما احنا شايفين. طيب لو هسحبها بابره الكروشيه نفسها، هي بنلف ونعمل حرف الاكس ونرجع تاني للخلف، وهاجي هنا عندي حلقتين، بنزل بالابره تحت الحلقه الاولى وبكون بالابره بتاعتي فوق التانية واسحبها من تحت الاولى، الف ايدي واحده واحده، خرج الخيط من على ايديا وابتدي اسحب بالشكل ده. طيب انا عندي هنا المكان واسع، لا شدي من تحت الطرفين الخيط، شديهم مع بعض يقفلي المكان عندك زي ما انت شايفه بالشكل ده. طيب دي طريقة زي ما احنا شايفين، الطريقة الاولى او طريقتين، ان احنا مرة بنسحب بايدينا ومرة بنسحبها بالابرة. تعال نشوف الطريقة الثالثة. الطريقة التانية وطريقة سهلة وبسيطة، هشرحها مرة على ايديا وبعد كده هشرحها مرة على التيبل. بنبتدي بنجيب زي ما قلنا برضك طرف الخيط اللي غير متصل بالشلة على اليمين وطرف الخيط التاني على اليسار اللي هو بيكون متصل بالبكر او الشلة. هبتدي هنا على ايديا
اجيب الخيط زي ما احنا شايفين الشكل ده، هجيب الخيط هنا ده على ده، وبرجع اجيب، انا جبت الحلقة دي، بصوا جبت هنا الخيط ده على الخيط اللي عندي على ايديا بالشكل ده، وبعد كده الدايرة دي هجيبها على الجهة دي، هقلبها الناحية دي، اتكون عندي هنا خط. بسحب بقى الخط ده بالشكل ده وابتدي اسحب الخيوط بتاعتي زي ما احنا شايفين، وابتدي بعد كده اسحب واحدة 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 لغاية ما اوصل لحجم ايه الحلقة اللي انا محتاجاها. انا كده كونت العقدة، وفي نفس الوقت ايه عملت الحلقة اللي ببتدي ادخل فيها ابرة الكروشيه بتاعتي، وبعد كده لما بدخل في ابرة الكروشيه زي ما احنا شايفين بضيقها لغاية ايه حجم الابرة زي ما انا عاوز. طيب انا لو بعملها على ايديا، طيب لو بعملها على التيبل، عندي الخيط اهو، بجيب بقى الخيط ده كده زي ما احنا شايفين، اجيبه على ده اهو زي ما احنا شايفين، جبته كده مجرد، بس انا جبت ايه الخيط، الطرف الخيط ده على هنا، هجيب الدايرة اللي اتكونت عندي هنا هجيبها على الخيط التاني، بعد كده ببتدي اسحب الخيط زي ما احنا شايفين، هبتدي ارفع ادخل بإبرة الكروشيه بتاعتي في الحلقة واشد الخيط لغاية ما اوصل لحجم الحلقة اللي انا محتاجاه. برضك بكرر طرف الخيط ده على اليمين الغير متصل بالشلة، وطرف الخيط المتصل بالشلة على اليسار عشان ابتدي ايه اشتغل زي ما احنا شايفين. وفي طريقة كمان، اني ببتدي على طول الخيط عندي اهو، بسيب منه 10 سنتي، وبجيب الخيط اقلبه بالشكل ده اهو، بعدله كده زي ما احنا شايفين، واجيبه الناحية دي وببتدي اسحب بالطريقة دي، هي هي نفس الطريقة اللي هي اللي فاتت بس مع اختلاف بسيط ايه في الحلقة عندي. برضك بجيب بالشكل ده، وبعد كده ببتدي بعد ما سحبت بالشكل ده هجيب الخيط ده عندي هنا اهو، وابتدي اسحب، وبرضك ببتدي اشد الخيط. يعني عقدة البداية احنا بنقدر نعملها بأي وسيلة طبعا، وبأي طريقة من الطرق اللي احنا شفناها مع بعض. دي طرق بسيطة ومختصرة وسهلة، اتمنى طبعا تكون سهلة وبسيطة عليكم، واتمنى ان كل البنات كل درس نقدمه ان انتوا تبتدوا تراجعوه معايا واحدة واحدة، علشان لما نبتدي ندخل في دروس الشغل الطبيعية تكون كل حاجة معاكم سهلة وبسيطة. اتمنى ان درسنا النهاردة او فيديو النهاردة يكون فكرته سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد مع رندا، تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.